هل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم غنياً أم فقيراً؟ إجابات صاعقة. السلام عليكم مشاهدين الأعزاء. قد بعث الله تعالى سيدنا محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة مهداة للعالمين، وقد شهد له المسلمون وغير المسلمين بعظيم خلقه ورقي صفاته، وذكر بعض المستشرقين بأنه أعظم شخصية على وجه الأرض. فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم أعدل الناس، وكان أوصلهم رحيما وأمضاهم عزيمة وأكثرهم صدقا وكرما وشجاعة. ولكن هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم غنيا أم فقيرا؟ وهل كان يمتلك أموالا كثيرة قبل وفاته؟ فهيا بنا لنتعرف في هذا الفيديو على هذه الإجابات. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. قال العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليس فقيرا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحب الفقراء ورعاهم وجبر بخواطرهم، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه كان فقيرا أو أنه يريد للأمة أن تكون فقيرة، لأن الفقر عدو الإسلام الأول. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وكأنه يكشف عن وجود علاقة بين الكفر والفقر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعاء لخادمه أنس بالغنى، يقول: اللهم أكثر ماله وولده. كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم لنفسه قائلا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وذكر الله تعالى في كتابه: ووجدك عائلا فأغنى. فعائلا أي ليس فقيرا، والعائل في اللغة هو كثير العيال. وهنا ذكر الله تعالى أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان غنيا وليس فقيرا. وقال الداعية الإسلامي عمرو خالد: لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر الناس في حالات عصيبة ومختلفة طوال حياته، إلا أنه كان في معظم الأحوال غنيا وميسورا، موضحا أن إنفاق النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن معه القول إنه فقير، فقد كان ينفق على 9 زوجات مهورهن وكسوتهن وطعامهن، وكان يوفر في بداية كل سنة ميزانية السنة بالكامل، ناهيك عن أولاده وأحفاده وخدمه وضيوفه، حتى إنه في عام الوفود قدم إليه 70 وفدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك اشترى أرض المسجد وأقام بيته على جزء من تلك الأرض، وكان يحب الأكل الطيب ولا يأكل وحده صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، حريصا على مظهره. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس قلنسوة بيضاء. تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستخدم العطر، وكان في زمنه ثمنه مرتفعا. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كأني أنظر إلى المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، علاوة على أنه كان له صلى الله عليه وسلم وسيلة تنقل شخصية، فكان لديه ناقة تسمى القصواء، وبغلة تسمى دلدل، وفرس يسمى السكب، كما وصفه بأنه كان كريما كثير العطاء.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يتولى الإنفاق على أهل الصفة ويطعمهم من ماله، وبلغ مجموع من كان ينفق عليهم حوالي 128 شخصا، ازداد عليهم 40 نفسا أعتقهم قبيل وفاته، فصاروا 168. ولكن من أين كانت مصادر أموال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مصادر أموال النبي صلى الله عليه وسلم كانت من كسبه من مزاولة التجارة، وكان تاجرا ناجحا، إذ إنه اشتغل من صغره وكان في عمر 12 سنة عندما اصطحبه عمه أبو طالب في أول رحلة تجارة معه للشام، وكان أصغر من قاد قافلة تجارية في مكة، وبلغ عدد رحلاته 23 رحلة، وشارك السيدة خديجة لمدة 20 سنة، واستمر في التجارة بعد الرسالة، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ والمشي في الأسواق هو تعبير عن الحركة المستمرة في البيع والشراء. يقول تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.